السلام عليكم، حياكم الله في قناتنا. معكم أخوكم عبد الله البخاري من شركة بروجة العقارية. اليوم حابب أشرح لكم مشروعنا الجديد اللي هو مشروع بروج دريم بارك. يقع مشروع بروج دريم بارك في طرابزون بالتحديد في محافظة يمرة، ويبعد عن المطار بمسافة 10 دقائق ومن ميدان طرابزون 15 دقيقة فقط. طبعا المشروع يقع في قلب محافظة يمرة، قريب من جواهر مول، وأيضا قريب من فنادق العالمية، فندق رمادا وفندق نوفوتيل ورويال أكسس أيضا. ويبنى المشروع هذا على أرض مساحته 6900 متر مربع. عندنا هنا مجسم المشروع زي أمامنا زي ما أنتم شايفين. يتكون المشروع من 3 أبراج، كل برج يتكون من 10 طوابق بمجموع 100 شقة سكنية، 80 شقة 3 غرف وصالة بمساحة 170 متر مربع، و20 شقة غرفة وصالة بمساحة 85 متر مربع. عندنا هنا 3 بنايات، البرج A والبرج B والبرج C. البرج A يتكون البرج من 30 شقة، بحيث قسمنا كل طابق إلى 3 شقق، شقتين أمامية 3 غرف وصالة بمساحة 170 متر مربع مطلة على البحر مباشرة، وشقة خلفية بمساحة 170 متر مربع أيضا إطلالة على الطبيعة. وعندنا البرج B قسمنا كل طابق إلى 4 شقق، شقتين أمامية 3 غرف وصالة إطلالة على البحر مباشرة إطلالة كاملة، وشقتين خلفية غرفة وصالة بمساحة 85 متر مربع إطلالة خلفية على الطبيعة. وعندنا البرج سي أيضا قسمنا كل طابق إلى 3 شقق، شقتين أمامية إطلالة على البحر، وشقة الجانبية تكون إطلالة على البحر وعلى الطبيعة، وثلاث غرف وصالة. وأيضا الشقة الخلفية مطلة على البحر بثلاث غرف وصالة بمساحة 170 متر مربع. عندنا المشروع مجمع متكامل الخدمات، عندنا مواقف سيارات مفتوحة، مواقف سيارات مغلقة، خدمات أمنية، كاميرات مراقبة، بوابة إلكترونية. عندنا هنا بين كل بنايتين مواقف سيارات مغلقة، وفوقها مساحات خضراء. هنا زي ما أنتم شايفين برضو نفس الشيء، مواقف سيارات مغلقة وفوقها مساحات خضراء. عندنا هنا مساحات مائية زي النوافير زي ما أنتم شايفين، نوافير تجميلية. عندنا أشجار، بعدها مواقف سيارات مغلقة زي ما أنتم شايفين. هنا عندنا المساجد، عندنا الخدمات، عندنا مسجد هنا يخدم المجمع بحيث الكبار السن والأطفال بكل أريحية وسهولة يقدروا يروحوا المسجد. عندنا هنا ملاعب رياضية، ألعاب أطفال، مساحات خضراء، جلسات خارجية زي ما أنتم شايفين. عندنا هنا بوابة إلكترونية، ويقع المشروع على 4 شوارع زي ما أنتم شايفين. هذا الشارع الموازي لخط الساحل، والمشروع يقع قريب من خط الساحل ومن مرسى اليخوت، بحيث يبعد عن البحر عن الساحل 300 متر فقط. نتمنى أن ينال هذا الفيديو على إعجابكم، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والتنبيه. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.